متتبعي قناة أنفاس برايس، هذا الأرض اللي حنا تنتواجدوا فيها الآن ماشي أرض عارية عادية، ولكن هنا كانت تتقام واحد من أكبر الأحياء الصفيحية بمدينة الدار البيضاء. الأمر تتعلق بكاريان سنترال. كاريان سنترال بدأ الاستئصال ديالو بعد الأحداث الدامية اللي عرفتها الدار البيضاء في ليلة 16 ماي 2003، من ثم بدأ تدريجيا ترحيل سكان هذا الحي هذاك. ولكن بعد إزالة آخر بركة، الناس هنا تتسألوا حول المشاريع اللي غادا تدار فوق هذه الأرض هذه. كنعتبروا هذا المكان اللي حنا فيه هذا هو كانت القلب النابض ديال الحي المحمدي، وهو المجمع الكبير ديال الصفيح اللي كان كيتواجد مدينة الدار البيضاء. أكيد كان عمل جبار دار على مستوى ديال هاد الناس، استافدوا من بقاع وكذلك بعض المساكن لهم اللي كيعيشوا دابا في واحد الظروف جيدة. ولكن هاد الأرض العارية اللي بقات دابا حاليا كتغري مجموعة ديال المنعيشين، علما بان هذا المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه هو جغرافيا تابع الحي محمدي، ولكن اداريا تابع المقاطعه ديال عين السبع. شحال تقريبا المسافه ديال المسافه ديال هذه المنطقه هي 30 هكتار اللي كانوا كيسكنوا فيها ما يزيد على واحد 10000 براكه اللي كانت هنا في هذا المكان، اللي الحمد لله كلهم استفدوا من المسائل من السكن ديالهم. هذه الارض بالنسبه عندها واحد الرمزيه بالنسبه للساكنه ديال الحي المحمدي، اللي حيت من هنا بدات الشراره ديال المقاومه، واي من ابناء الحي المحمدي عنده ذاكره في هذه المنطقه بالضبط. قدمنا ملتمس لمجلس المدينه من خلال الطريق الداخليه باش ترجع لنا، لان هي متواجده في الحي المحمدي ولكن اداريا تابع العين السبع. العديد من سكان الحي المحمدي عندهم مطلب واحد، وان هذه الارض هذه دار فيها مشاريع اللي هي تنمويه، على سبيل المثال يعني لما لا كما تيقولوا في متحف يخلد ذاكره الحي المحمدي، وكذا اقامه منتزهات، خاصه ان المنطقه تشتكي من قله المنتزهات الخضراء. كنتمنوا البصيره يكون فيها بلايص ديال منتزهات رياضيه ولا منتزهات خضراء، الانسان فين يخرج تكون ضروري يكون هكا اسواق نموذجيه ولا اسواق ولا شي مبادرات، يكون شي جمعيات اللي تدمج الشباب هنا اللي ضايع تدمج حتى هو فيها، ضروري يكون شي مرافق تما كاجتماعيه ولا سوسيو اجتماعيه يستافدوا منها، حتى المواطن ديال الحي المحمدي يستافد منها. عمارات شويه فين يلعبوا الدراري حتى الله ما يدار، ماشي كلشي عمارات طلي بالك بنادم، ما كيبالك لا شجار لا نوار لا كان زعما الحي محمدي كان زين من الكاري. وانا سيدات كاريان سنتري ولو حدائق ولو بيروات ديال المحامين ديال، المهم يكون داكشي راقي، ما يكونش داكشي شي حاجه اللي هي فتناها ما خصناش نعاودو، شي حاجه اللي خاصها تكون مودرن ديال هاد الجيل هذا ان شاء الله، ويكون داكشي كما يراه ان شاء الله. كنتمنى هذا الموقع هذا يدار فيه شي اقامات، شي احياء جديده تكون راقيه، فهمتي، تحسن الصوره ديال الحي محمدي، الصوره اللي كانت قديمه عليه اللي معروف رائد هنا في مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تحيد ديك دابا كاين تما داكشي، ديك البقعه تما كامله حاجاك فيها الزبل، فيها ما خلاو تما كاع كلشي حاجاك الحمير مجموعين فيها، بقرة سوداء تما، تمناو تبناو يبناو اقامات تما جداد، يحسنوا ويروجوا تما القيصريه ويروجوا الحي محمد. الحي محمد الرواج اللي كان فيه الاول ماشي هو اللي ولا فيه اللي بقى دابا الرواج نقص فيه دابا، حتى القاطينه اللي كانوا ديال الكاريان تما كانوا تبارك الله ساكنه كثيره تماك، وكانوا هازين واحد النسبه السكانيه اللي عاليه، كانت خالقه الرواج هنا. دابا مورا الناس ملي جاهم الاندماج وتحولوا من البلاصه من ديك البلاصه، بقات لا الرواج قل، ما بقاش داك الرواج اللي كتعرف، فهمتي، الرواج نقص. ولهذا حنا كنطالبوا باش كما عطانا الوعود شحال هذه السيد وزير الداخليه السابق كيتكلم على اساس يكون متنفس ابناء الحي المحمدي من الحدائق ومرافق اجتماعيه، بغينا هذاك الوعود تبلور. اليوم على منطقه ديال الحي المحمدي كاين عمل، كاين بعض الحدائق وكما كافياش هنا على مستوى ديال المنطقه ديال الحي المحمدي. كنتمنى باش هذاك الوعد اللي عطاونا
ينفذوه ويعودوا حدائق، مرافق اجتماعيه، مرافق اقتصاديه اللي كترجع بالنفع لهاد الناس، لان ما كاينش متنفس لهم. كان عندنا كنمشيو كنا حديقه عين السبع كمستشارين وكمجلس مقاطعه الحي المهمدي، كنطالبوا باش يكون هنا حدائق للساكنه ديال الحي المهمدي. هذا هو الملتمس وكنلتمسوه بالالحاح. اعتقد بان هاد الناس خصهم يطبقوا ينفذوا الوعود ديالهم، لان لا يعقل بان المده هذه وهاد الارض عاريه وباقي حتى حاجه ما دارت فيها. اصلا هذا دور ديال لاجونس اوربان اللي باقي ما مصنفاش، ما كاينش الا مشينا كاع لاجونس اوربان كنلقاو ارض عاريه ما كنلقاوش محطوطين فيها هذاك الشيء اللي كنا واعدنا به كمرافق اجتماعيه بحال المسرح. هذا خص يكون ذاكره الحي محمدي، يكون هنا مزحف خاص، لان هنا في كان النضال، هنا في كانت الناس اللي شرى كما كنقولوا حنا الاولى اللي ناضلوا من اجل الاستقلال. كاريان الحي محمدي كنا كنقولوا كاريان الحي محمدي كاريان سنترا، انطلق من هذه البقعه اللي حنا كنتواجدوا فيها.